Hi, in this video from English 100, we're going to go over the months of the year. بهذا الفيديو رح نتعلم أشهر السنة ورح نتعلم اللفظ الصحيح إلها لحتى يكون لفظك أقرب ما يكون إلى المتكلمين الأصليين إذا كنت مهتم بهذا الموضوع. خلوكم معنا. قبل ما أبدأ بأسماء الأشهر خليني ركز على لفظ كلمة months أشهر. أوكي؟ للفظ هذه الكلمة لازم نلفظ بآخر الكلمة ث وبعدها مباشرة س يعني ثس ثس. لازم تكون الكلمة months months. هذا هو اللفظ الصحيح لهالكلمة، ولكن الحقيقة شوي صعب وخصوصا عنا نحن العرب. عنا نحن العرب الالتقاء الساكنين ممنوع، لهيك مو متعودين نلفظ حرفين ساكنين ورا بعض، يعني بيكون صعب. ولكن الخبر المنيح انه من الشائع جدا 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 عند المتكلمين الاصليين انه يلفظوا هيدي الكلمة بطريقة تانية كتير اسهل، واللي هي months months. يعني بدل ما يقولوا ث بيقولوا ت، فبتكون الكلمة months months. كتير اسهل صح؟ اذا من هلا وطالع فيك تقول months of the year. خلونا نبدأ بقى مع الاشهر. الشهر الاول من السنة واللي هو كانون الثاني بالانجليزي هو January. January. هذه الكلمة مؤلفة من أربع مقاطع لفظية. جان يو وي ري. ولازم تلفظون لهدول الأربع مقاطع حتى يكون الكلمة صحيحة. أوكي؟ جان يو وي ري. January. January. وانتبهوا إنه في حرف ال ويري. ويري. هيدي اليو اي ما عم نلفظها يو اي ابدا، يعني ما بقول January غلط. اوكي، اللفظ الصحيح هو January. January. الشهر الثاني من اشهر السنه هو February. February. وانتبهوا انه حرف الار بهيدي الكلمه هو silent letter، حرف صامت لا يلفظ. اوكي، سو غلط اني اقول February، غلط، ما بقول هيك. شيلوا الار، اعتبروها غير موجوده واقرأوا February. February. تمام؟ February. February. وشهر آذار هو March. March. سهل. March. وشهر نيسان هو April. April. بدي اياكم تنتبهوا على شغله لما بتقولوا هيدا الشهر، واللي هي انه القسم الاول من هيدي الكلمه A لازم تكون طويله شوي. تمام؟ April. April. ما بصير قول April، غلط. بالإنجليزي إذا بدك قول هيدا الشهر بتقول April. April. شهر May. May. مقطع واحد فقط أو مقطع لفظي واحد، ولكن علينا أن نمد الـ A قليلا. أوكي؟ So it's May. May. وليس مه. شهر مايو أو أيار. ثم شهر حزيران. June. June. وانتبهوا انه يجب ان نمد قليلا صوت ال او هنا. اوكي، يعني هي جون. جون. تمام، اليو هون تلفظ ك او طويله. جون. الشهر التالي هو تموز ويلفظ جولاي. جولاي. اليو بحرف تموز لفظناها كتير 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 خفيفه، يعني كانك عم تنتقل من ال J إلى L مباشرة. July. July. بينما بشهر جون لفظناها أو طويلة. تمام؟ وشهر آب هو August. August. انتبهوا للفظ أول هذا الشهر. August. August. الحرف أو الصوت الأول من هيدا الحرف لحتى تلفظه صح رح أعلمكم تريك، هي إنه تلفظ آ كبيرة آ بعدين تدور الشفاه، ثم تدور الشفاه. اوكي، يعني بنقول آ وأو مع بعض. تمام، بنبلش بالآ كبيرة بعدين ندور الشفاه. جربوا معي. آ آ August. August. اوكي، هيك بيكون الصوت صح، او هيك بيكون لفظ هيدا الحرف وهيدا الشهر صح. August. August. ايضا حرف اليو في كلمة August تلفظ خفيفة جدا جدا، يعني تقريبا كأنه غير موجودة. So it's August. August. شهر أيلول هو September. September.
التشديد هو على القسم المتوسط في هذه الكلمة September، يعني القسم الأكثر وضوحاً بهذه الكلمة هو القسم المتوسط September. ما بقول September، لا September. وفي ملاحظة بدي أذكر لكم ياها هون، بالنسبة للفظ هذا الشهر وجميع الأشهر التي تنتهي بحرف الـ R وحتى جميع الكلمات التي تنتهي بحرف الـ R، هناك اختلاف كبير في اللفظ بين الـ British English والـ American English. الفرق هو أنه بالـ American English بيلفظوا حرف الـ R بشكل واضح تماماً 100%، يعني September September. أما بالبريتش إنجليش فحرف الـ R بآخر الكلمة ما بيلفظوه نهائياً، فبيقولوا September September. بنكفي مع باقي الأشهر. الشهر اللي بعد شهر أيلول هو شهر تشرين الأول، بالإنجليزي هو October، أو بالأمريكان إنجليش هو October October. انتبهتوا أني ما قلت October، أوكي؟ الأو بتيجي مفتوحة شوي كأنه October October. شهر تشرين الثاني هو November November. والشهر الأخير بالسنة هو شهر كانون الأول واللي هو December December. لاحظوا أنه حرف الـ E بعد حرف الـ D تقريبا ما لفظته، أوكي؟ قلت December December، يعني ما بقول December، أوكي؟ هيدي الإي مخففة بتجي جداً جداً، اعتبر حالك كأنه عم تنتقل من دي إلى سي مباشرة، أوكي؟ December December. هيك بيكون اللفظ مزبوط 100%. هيك بتكونوا تعلمتوا كل أشهر السنة. رح أرجع عيد الأشهر كلها من الأول للآخر، وإنت بدي إياك تقول اسم الشهر قبل ما أقوله أنا كالعادة مشان تقارن باللفظ وتصحح إذا فيه أخطاء. خلونا نبدأ. January February March April May June July August September October November December December. هذا كان كل شيء لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا. إذا استفدتوا كالعادة عطونا thumbs up وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم المهتمين باللغة الإنجليزية حتى تكون الفائدة للجميع. See you next time. Bye bye.